اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بحث مع رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا العديد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضيه الفلسطينيه والاوضاع في ليبيا والسودان جاء ذلك في كلمه للرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان بحثت طيب كذلك مع ضيف الكريم بشان العديد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضيه الفلسطينيه والاوضاع في ليبيا واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات حيث اكدت لدوله رئيس الوزراء الرؤيه المصريه القائمه على ضروره الوقف الفوري والدائم والشامل لاطلاق النار في السودان وهميه امتناع اي طرف خارجي عن التدخل في الازمه باعتبارها شانا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الازمه ويحول دون تفاقمها